يعني بطبيعة الحال لا أخفي أنه سرنا أن جلالة الملك أكد على تشجيع الحكومة لضمان استمرارية يعني الأعمال الخيرة التي كانت في الحكومات السابقة، وما يجب على هذه الحكومة أن تعتني به بالنسبة يعني للمستقبل. يجب أن يتذكر المغاربة أنه يعني في هذا العهد وبكل يعني صدق يعني وجه المغرب تغير، وقد أعطى جلالته يعني كمؤشر على ذلك ما وقع في مجال الماء والكهرباء في البوادي. هذا شيء الآن أصبحنا فيه نعتبر نموذجا متقدما بالنسبة للدول التي كانت عندها انطلاقة مثلنا. وبطبيعة الحال هو عرج على عدد كبير من الأوراش كالطاقات المتجددة. يعني جلالته أكد بهذه المقاربة التي كانت دائما وراء يعني هذه المقاربة الاستباقية التي جعلت جلالته يختار هذا الاختيار ديال الطاقات المتجددة، كما كان والده رحمه الله قد اختار مقاربة السدود، والذي اليوم يعني بفضلها بعد الله سبحانه وتعالى يعني ينعم المغرب بنوع من الأمن على المستوى المائي رغم الصعوبات التي نعانيها. ولكن يعني هذه المقاربات التي ربما خص بها الله سبحانه وتعالى ملوكنا يعني هي مقاربات مهمة جدا بالنسبة لوطننا. وبطبيعة الحال يعني كانت توجيهاته النيرة للحكومة للسير في اتجاه كل ما يدعم الاستثمار، كل ما يدعم تشجيع الاستثمار الأجنبي، كل ما يدعم يعني تقوية المسار الصناعي للبلد، كل ما يسير في اتجاه إحداث العدالة الاجتماعية. وبطبيعة الحال هذا انسجام تام مع التوجهات الحكومية، لأن يعني نحن في بلد يعني جلالة الملك له مكانة متميزة على رأس الدولة، والمؤسسات كلها يعني تعمل في إطار تعاون كما ينص على ذلك يعني الدستور والمؤسسة الحكومية بالدرجة الأولى. وبطبيعة الحال كل توجيهاته بالنسبة لنا هي خارطة طريق سوف نعتمدها إن شاء الله الرحمن الرحيم في يعني السياسات التي سوف نطبقها وفي المقاربات التي سوف يعني نباشر بها الملفات الكبرى إن شاء الله الرحمن الرحيم لمستقبل يعني زاهر وواعد. وبطبيعة الحال يعني كذلك فإن جلالة الملك هنأ المغاربة بشهر رمضان ودعا لهم الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن على هذا الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ملكنا وأن يحفظ بلدنا وأن يرزقنا التوفيق حتى نكون عند حسن ظن جلالته وحتى نقوم بخدمة هذا الشعب العظيم والكبير الأهل لكل خير كما يستحق. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.